ثبت عن الشيخ ابن عز بن باز رحمه الله له أنه كان يحذر من جماعة التبليغ والإخوان وأنه من الفرق الهالكة أو الفرق 72. أجوبة موجودة رحمه الله، أقول أجوبة موجودة. هم الإخوان معروف، الإخوان يجمعون ذهب ودب، حتى النصارى معهم، النصارى وفرق الضالة كلها. وجماعة التبليغ كذلك مما يقول له من الصوفية وأنهم أصلوا في الهند وأنهم يصلوا إلى وحدة الوجود، بل في مؤلفات أنهم يصلوا إلى وحدة الوجود. ومنهم من يدافع عنهم ويقول أنهم كذا وأنهم أنه لهم آثار طيبة. هم في الحقيقة يجمعون معهم ويأمرون بالدعوة إلى الله ولا يتعلم، حتى يجي بعض الشيوخ الكبار يقول تكلم وما يعرف شيء. تكلم ينبغي الإنسان يتعلم وتفقه ثم يتكلم. كونه يتكلم المسجد ولا يعرف وهو جاهل هذا خطأ. كونهم لا يدعون إلى التوحيد هذا خطأ أيضا، ينبغي الدعوة إلى التوحيد. ما يتكلموا بالتوحيد ولا يتكلموا كذا ولا يتعرضوا للناس. يقول بعض الله لا تكلم على الوزن ولا تكلم على الوزن ولا تكلم بالتوحيد، وش يتكلم فيه؟ ماذا يتكلم؟ نعم.